السلام عليكم. اليوم نبدأ محاضرتنا كفت سؤالين مهمة. أحد الأسئلة سألها زميلكم، وسؤال ثاني أنا راح أسأله وأجاوب عنه. هذا مخطط لمحرك separately excited. نلاحظ أنه دائرة الفيلد معزولة عن دائرة الأرميتشر. إحنا من خلال الشرح السابق وصلنا إلى قناعة من خلال هاي المعادلة. هاي المعادلة موجودة عندكم، معادلة 3-4 على ما أعتقد، معادلة السرعة. هاي المعادلة تقول لي أنه أقدر أغير قيمة السرعة، أقدر أتحكم بسرعة دوران المحرك من خلال تغيير الفلكس. وشفنا إحنا أنه العلاقة عكسية بين الفلكس والسرعة، أزيد الفلكس تقل السرعة، أقل الفلكس تزداد السرعة، علاقة عكسية. فأحد زملائكم سأل السؤال التالي، قال إنه عمل الماطور كله يعتمد على الفلكس، هذا الماطور ودوران الروتر وسرعة الدوران كله يعتمد على الفلكس، شلون تقنعني إنه العلاقة عكسية بين الفلكس والسرعة؟ يفترض العلاقة طردية، يعني هو هيجي صيغة السؤال مات. احنا رياضيا المعادلة واضحة وتقول لي العلاقة عكسية، بعد احنا ما نقدر نتحارش بالرياضيات، هاي العلاقة عكسية. زميلكم يسأل عن شنو اللي دا يصير بداخل الماكينة بحيث طلعت عندي هاي العلاقة العكسية اللي هي يمكن شوية غريبة. هو يقول انه يفترض سرعة الدوران هي تعتمد على الفلكس، كل ما ازيد الفلكس تزداد السرعة، يعني هيك دا يقول. المهم احنا رياضيا خلي نباوع الرياضيات، نرجع نتأكد انه العلاقة عكسية بين السرعة والفلكس، وهذا هو الكلام الصحيح. هاي المعادلة هي الصحيحة، تنطيني الانطباع الصحيح انه العلاقة عكسية بين السرعة والفلكس. هو يريد ان صيغة السؤال مال زميلكم يريد يعرف شنو اللي دا يصير بداخل الماكينة بحيث دا يصير عندي هيك علاقة عكسية. مع أنه هذا السؤال كلش مهم بس أنا ما راح أجاوب الآن، راح أسأل أنا سؤال ثاني من عندي وأجاوبكم عنه. السؤال هو محرك دا يدور آت نو لود، يعني محرك دا يدور بالهواء. عندي إذا محرك مال لعب أطفال هذا الصغير وجبت ربطته على باتري راح يبدي يفتر بدون حمل. هذا المحرك إذا فجأة خليت له حمل شنو اللي راح يصير بي؟ شنو المتغيرات اللي راح تصير بي؟ ايش راح يصير بداخل المحرك؟ يمكن ابسط سؤال وابسط جواب لهذا السؤال هو انه المحرك كل ما ازيد عليه الحمل، يعني اذا عبدي الزم الشفت مال المحرك هذا وهو دا يدور احاول الزمه بايدي، احاول اعيق دورانه، يعني دا اسلط عليه حمل ميكانيكي، هذا المحرك ايش راح يسوي؟ بالتأكيد راح يبدي يسحب تيار أعلى. بحالة اللا حمل راح يسحب تيار قليل جدا اللي هم يسموه تيار النولود، بس من أخلي عليه حمل وأزيد عليه الحمل الماطور راح يبدي يسحب تيار أعلى، لأنه هذا شيء هم منطقي أنه اللي أنا دا أخذ من المحرك ميكانيكال باور، يعني أنا من دا أحاول أعيق دورانه وكأنما دا أسحب منه باور، دا أخذ منه ميكانيكال باور. فهو شو يسوي هذا الجهاز الماطور؟ شو يسوي؟ راح يبدي يسحب باور أعلى من السبلاي حتى يقدر يسوي موازنة بين الانبوت باور والاوتبوت باور، وهذا هو الجواب المنطقي. لكن أيضا راح ينطرح سؤال آخر، الماطور شلون دا يعرف انه هو دا يتحمل؟ شلون دا يعرف انه صار عليه يعني مطلوب من عنده تورك، مطلوب من عنده اوتبوت باور، بحيث هو بدوره راح يبدي يسحب باور اعلى من السورس او من السبلاي. شلون؟ هل هو جهاز ذكي هذا الماطور؟ بي كنترولر بي في الدائرة الكترونية تتحكم بعمله وتقول له سوي هيك ولا تسوي هيك؟ بالتأكيد ما بي، هو هذا هو مو جهاز ذكي وما بي أي دائرة إلكترونية. احنا متعرفين على الأجزاء الداخلية مال الماطور بالتفصيل الممل، ما بي أي دائرة إلكترونية ولا بي كنترولر ولا بي
مايكرو كنترولر، كل شيء ما بي من هذا من هذه الأمور. فهو الماطور هو يدير نفسه بنفسه، بحيث هو ده يعرف انه الحمل ازداد عليه، وهو ده يبدي يسحب تيار اعلى من المصدر. طيب هاي العملية شلون ده تصير؟ هاي العملية ده تصير بالشكل التالي: هذا المحرك ده يدور، هذا محرك ده يدور بحالة اللا حمل، وده يدور بسرعة دوران معينة. فجأة جيت اني حاولت الزم الشفت مالته واعيق دورانه، شنو اللي راح يصير؟ انتبهوا على تسلسل الخطوات اللي حتصير. من راح اعيق دورانه، من راح احاول الزم الشفت اني بيدي، سرعة الدوران راح تقل، الاوميجا هذه راح تقل، وبالتالي الاوميجا من راح تقل الاي ام اف ايضا راح تقل. انا عندي هاي المعادلة، هاي المعادلة معادلة 3-2، جبت لكم اياها هنا، معادلة 3-2 شو تقول لي؟ انه السرعة من قلت الاوميجا، الاي ام اف الانديوس اي ام اف اللي دا تتولد داخل الارميتشر راح تقل، الاي هذه الاي راح تقل. واذا قلت الاي ام اف، اذا قلت الاي ام اف شنو اللي راح يصير؟ اني عندي هنا ابلايد فولتج في، عندي ابلايد فولتج في، قيمة التيار اللي دا يدخل بدائرة الارميتشر يعتمد على قيمة الفي وقيمة الاي ام اف، دائما يعتمد على الفرق بيناتهم. التيار اي اي، اكو احنا عندنا هيك معادلة اي اي شو تساوي لي؟ في اللي هي ابلايد فولتج ناقص الاي ام اف تقسيم قيمة المقاومة ار اي، مقاومة الارميتشر، هذه معادلة التيار. فاذا كانت اكيد راح تكون قيمة الفولتية الابلايد فولتج ثابتة، لما قلنا قلت السرعة وبالتالي قلت الاي ام اف، التيار ايش راح يصير بيه؟ راح يزداد. اذا ازداد التورك، ازداد التورك، ازداد الحمل الميكانيكي على المحرك، وبذلك لحظيا السرعة راح تقل، السرعة من قلت الاي ام اف راح تقل، وبالتالي تيار الارميتشر، التيار اللي دي يسحب الارميتشر من السورس من السبلاي راح يزداد. هذه هي الخطوات الى ان التيار راح يزداد. من راح يزداد التيار؟ يعني الانبوت باور، الانبوت الكتريكال باور اللي راح تدخل للموتور راح تزداد، وبالتالي راح يصير اعادة توازن بين الانبوت باور والاوتبوت باور، وراح يستقر المحرك عند نقطة عمل جديدة اللي هي سرعة دوران جديدة شوية اقل من السابقة، وقيمة التيار شوية ارتفعت أقل من القيمة السابقة، وهكذا راح يستقر العمل. ملخص هذا الجواب الطويل شنو هو؟ أنه المفتاح العمل بداخل المحرك من هو اللي كان؟ كانت قيمة الـ EMF، هي تتحكم بكل شيء، هي وكأنما هي القلب مال المحرك اللي هي، أو هي اللي تدير كل الأمور مال المحرك. هذه هي الـ EMF، هي اللي تدير كل المتغيرات اللي موجودة بالمحرك. جواب هذا السؤال، طبعا هذا السؤال مهم جدا، يفترض انه لازم تفتهموه حتى تعرفون كل ما يدور داخل الدي سي ماشين. اني ليش سألتكم هذا السؤال وجاوبته؟ حتى ارجع هسه اجاوبكم على سؤال زميلكم اللي هو ليش العلاقة عكسية بين السرعة والفلكس. الان خلي نفترض انه اني المحرك دا يدور عندي عند فلكس معين وسرعة دوران معينة، فجأة يا اما راح ازيد الفلكس او اقلل. خلي ناخذ حالة زيادة الفلكس، الفلكس زاد، هذا الفاي اللي موجود هنا ازداد، شنو اللي راح يصير اذا ازداد الفاي؟ قيمة الاي ام اف راح تزداد، لان الفاي او قيمة عفوا الاي ام اف تعتمد على الفاي، الفلاكس او الفاي ازداد الاي ام اف راح تزداد. شنو اللي راح يصير هنا؟ هذه الاي ام اف اللي موجودة داخل الارميتشر اذا ازدادت، وفق نفس الكلام اللي قبل شوية قلته، اي ام اف اذا ازدادت تيار الارميتشر ايش راح يصير بيه؟ راح يقل تيار الارميتشر، راح يقل تيار الارميتشر، راح يقل، وكانما الانبوت باور، الباور الداخله من الالكتريكال سورس
إلى المطار أيضا راح تقل، وبالتالي شنو اللي راح يصير؟ راح يصير عدم اتزان بالقدرة، القدرة الخارجية الـ output power أنا ما تلاعبت بيها، الـ output mechanical power ما لا زيدت الحمل الميكانيكي ولا قللته، أنا اللي سويته فقط غيرت بالفلكس. نتيجة لتغير الفلكس تغيرت الـ EMF، قلت قيمة التيار الداخل تيار الأرميتشر، قلت قيمة الـ input power، وبالتالي راح يصير عدم اتزان بين الـ input power والـ output power. هذا ايش راح يسبب لي؟ لما تكون الـ input power أقل من الـ output power ايش راح يصير؟ سرعة الدوران مال المحرك يجب أن تهبط تقل، راح تتناقص إلى أن نوصل إلى نقطة عمل جديدة. ايش راح يكون بها المحرك؟ هذا ايش راح يكون؟ شنو هي المتغيرات؟ الفلكس زادت، الاي ام اف لحظيا ازدادت، تيار الارميتشر قل، الانبوت باور قلت، صار على المحرك ان يرجع يرتب وضعه من جديد. شنو اعاده ترتيب الاوضاع ايش راح يسوي؟ نتيجه لاختلال الانبوت باور مع الاوتبوت باور راح تبدي السرعه تقل، هذه هنا الاوميجا السرعه راح تقل. السرعة هذه لما راح تقل راح يصير اتزان بين زيادة الفلكس ونقصان السرعة، بحيث تقريبا ترجع قيمة الـ EMF كما كانت، يعني المحرك راح يدور له على نقطة عمل جديدة ويتوقف عندها، يكون بيها الفلكس ازداد والسرعة قلت، وتقريبا يعني إلى حد ما باقي المتغيرات راح ترجع تأخذ نفس الوضع مالتها، لان انا ما غيرت الاوتبوت باور، ما حملت المحرك، ما زيدت الحمل الميكانيكي او قللته، فبالتالي الانبوت باور هم يفترض انه تبقى ثابته. فالمتغيرات اللي صارت انه ازداد الفلكس قلت السرعه، نفس الكلام اقدر اعيده لحاله تقليل الفلكس. خلينا نقول اني قللت قيمه الفلكس، قللت قيمه الفلكس الفاي، لحظيا ايش راح يصير؟ الـ EMF راح تقل. لحظيا ايش راح يصير؟ قيمة التيار اللي دا يسحب الماطور راح يزداد. لحظيا ايضا ايش راح يصير؟ الـ Input Power، الـ Input Electrical Power ايضا راح تزداد، راح تصير اعلى من الـ Output Power. انا ما عندي تغيرات بالحمل بهذا المثال، الحمل بقى ثابت، بما انه الـ Input Power صارت اكبر من الـ Output Power ما على المحرك إلا أنه سرعته تزداد، سرعة المحرك راح تزداد، وراح يدور على operating point جديدة تكون المتغيرات بين نقطة العمل السابقة والنقطة الجديدة هي ما يلي، أنه أني قللت الفلكس ازدادت السرعة. هذا هو جواب واضح لي السؤالين، أسئلة مهمة جدا يعني تبين لكم بشكل تفصيلي ماذا يجري داخل المحرك.